السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال إن شاء الله. معكم وصفات أم وأم ناجحة إن شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفطائر. واش من فطائر غزالين غزالين بزاف بزاف، مع شي كويس ديال أتاي، وبالصحة والراحة، أكثر من رائعين. هانتوما كتشوفوا القوام ديالهم، ما نهضرش عليهم بزاف، كيجيو رطبين غزالين خفاف مهوين كيف ما كتشوفوهم. غير جربوهم على ضمانتي، وخليو ليا في التعاليق وقولوا لي كيف جاكم هذا الخير. راهم كيطلعوا من اروع ما يكون. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، خديت هنا واحد الكاس ديال الحليب، دفيوه شويه، ما يكون سخون بزاف ولكن يكون دافي، كاس بالعبار ديال كاس العنبه كيف ما ديما. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف بالملي حتى هو وبالغرام بالنسبه للناس اللي انتريسي. ضفت ليهم هنا واحد الساشيه ديال الخماره ديال الخبز، ولا عندي فيها 7 ديال الغرام، ولا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت العاديه، زيت الروميه. وهنا احتاجيت لواحد البيضه، ما غاديش نديرها كامله، وانما غادي ندير غير البياض ديالها في العجين، والصفر غادي نخليه حتى ندهن به هذوك الفطائر ديالي في الاخر ان شاء الله. طريقه سهله بسيطه، من ابسط ما كاين. كتخلطوا ديك المكونات مع بعضياتهم صافي هنايا، وكنبدا كندير في كنزيد في الدقيق. هنا استعملت الدقيق الابيض. المهم غادي نعبر معكم بالكاس باش تعرفوا بالضبط شحال احتاجيت بقياس كاس العنبه. غادي نضيف بالتدريج، ما تضيفوش الدقيق في مره واحده. علاش؟ باش ما تخرج لكمش العجينه قاصحه. ضيفوا شويه بشويه باش كيجي القوام، يعني ما كيجيش قاصح وما يعذبكمش في الاخر تبقاو عاد تزيدوا الماء ولا تزيدوا الحليب ولا. المهم ضفت انا هنايا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، وغادي نخلط نجمع العجينه ديالي، وغادي نشوف الا احتاجيت شويه ديال الدقيق طبعا غادي نزيد. المهم نتوما كتحكموا في المقياس ديال ولا الكميه ديال الدقيق على حساب نتوما كتشوفوا العجينه. ها نتوما كتشوفوا بالنسبه ليا، يعني راه مازال ما جمعش راسها، غادي نضطر نزيد واحد الكاس واحد اخر ديال الدقيق. من قبل ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الملحه قبل ما ننساها طبعا، وغادي نزيد كاس اخر ديال الدقيق. بالنسبه ليا انا احتاجيت 4 ديال الكؤوس، ولكن نتوما تقدروا تحتاجوا قل شويه ولا اكثر شويه على حساب النوعيه ديال الدقيق كل واحد، والدقيق يعني الحسب الدقيق اللي عنده. بالنسبه لي انا 4 صافي، 4 لقيتهم كافيين جمعوا لي العجينه ديالي. غير كنجمعها كيف ما كتشوفوا، ما كندلكهاش وما كنديرش فيها شي افور صافي. من بعد كنخليها تخمر، كنحصلوا على هذا القوام هكا، واحد العجينه اللي كتكون عجينه القوام ديالها رطب. غادي نخليها تخمر، خليوها تخمر في هذه المرحله، لان ما غاديش نخمروها ونعاودو، غادي نخمروها غير مره واحده، يعني غير في هذه المرحله اللي غادي نخليو العجينه تخمر، عطيوها الوقت الكافي بانها تخمر مزيان صافي. من بعد ما خمرات كيف ما كتشوفوا، المهم الوقت ديال الخميره على حسب كل واحده، يعني الجو اللي كاين كيكون الا كان بارد راه طبعا غادي تاخذ معكم شويه ديال الوقت، كان الجو في الدار سخون راه ما غاديش تعطل. غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نشكلوها كويرات. بالنسبه للكويرات هنا الحجم ديالهم صغير تقريبا، الا قدرتوا ديروهم من الماندارينا ولا قل من الماندارينا شويه، باش كيجيو معنا هذوك الفطائر الصغيورين، ويعني وما كيجيش الحجم ديالهم كبير، هذا هو الهدف. بالنسبه ليا انا نتوما كتشوفوا العدد اللي خرج ليا هذا القياس تقريبا، هو بلاتي نحسب ليكم ماشي 3 4 6 شي 14 ولا 15 هكا. المهم حسبوا نتوما، هذا هو القياس كله اللي كتشوفوا قدامكم، هو اللي خرجت ليا هاد العجين. كتخرج كميه لا باس بها، يعني عطاتني انا في الطياب لاطا ونص ديال يعني ديال الخبيزات صافي، غطيتهم بواحد البلاستيكه. وغادي ندوزو دابا باش غادي نبسطوهم ولا نقرصوهم،
وندوزو للعمارة حتى هي باش غادي نعمروهم. بالنسبة لي انا بسطتهم هنا غير بيدي لانهم ساهلين ما كيحتاجوش دلاك. بغيتو يعني تبسطوهم بالدلاك بسطوهم بالدلاك اللي بغيتو. المهم راه كيجيو خاويين من الداخل، ما كتجيش فيهم ديك اللبابة، ما كيجيوش غلاظ نهائيا، كيجيو رائعين بزاف. بسطت هذيك الكوارة ديالي مزيان. هديت ندوزو الحشوه. بالنسبه لي انا خديت الفرماج، يعني اي نوع ديال الفرماج عندكم تقدروا ديروه، موتزاريلا، الفرماج الاحمر، المهم اللي بغيتوه. وضفت ليهم واحد شويه ديال الحبه السوداء، كيعطي واحد المذاق مزيون في المضغه ديال هاد يعني ديال هاد الفطائر. صافي كتاخدوا واحد الكميه هكا اللي بغيتو، وكطويو هاد الفطيره ديالكم بطريقه لي سهله بسيطه. مهم غير ديري يعني الماء يسخن ونوضي وجدي هاد الفطائر وهما واجدين ساهلين ماهلين. كنحاولوا ما امكن اننا نشدو عليهم مزيان كيف ما كتشوفوا، باش ما تخرش لينا ما يخرش لينا الفرماج. كتعرفوا الفرماج كتقص السخونيه كيبدا كيدوب، يعني حاولوا تسدوها ما امكن مزيان. وكنحصلوا على هذا الشكل هذا الورا، بساط بساط بزاف. صافي غادي نعاود معكم حيد اخرى باش تبين لكم الصوره مزيان مزيان. غير الاهم في ان هاد الفطائر غير تحاولوا تشدوهم، يعني تحاولوا تشدوا عليهم مزيان باش ما يخرج لكمش الفرماج. وصافي هذا هو اللي يعني اللي كنركز عليه، حيت باش ما ديرهمش حتى كيطيبو يخرج لكم الفرماج، ما غادي تلصق لكم وما يبقاش يعني شكلهم زوين. اللهم حاولوا تسدوهم مزيان، هذه هي النقطه اللي فات الفطائر، انكم تسدوهم مزيان. وصافي صافي وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. كنحصل على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي ندهنهم بديك الصفار البيض اللي خليت قبيلات مع شويه ديال الحليب. تقدروا ديروا هنا نسكافيه الا كانت عندكم، تزيدوا شويه ديال نسكافيه، راه كتعطي واحد اللون غامق شويه ومحمر. بغيتوا ديروا غير بصفار البيض والحليب ممكن. صافي وكندهن هاد الفطائر ديالي حتى كنكملهم. من بعد غادي نمرمدهم في الجلجلان. غادي ناخذ واحد الكميه من الجلجلان، لا باس بها، من الاحسن تكون كميه. هاد الجلجلان عادي يعني ما محمر ما والو، عادي. صافي وكناخذ هذوك الفطيرات اللي دهنتهم وكنغمسهم. المهم كيف ما كتشوفوا هكا كيتغمس لينا الوجه والجنيبات بالجلجلان. وفي الماكله ديالهم كتجي واحد القرمشه، كيتحمر داك الجلجلان وكيعطينا واحد القرمشه زوينه لهاد الفطائر. المهم انا فسعتهم تكلاو يعني جربوهم على حسابي، غادي حماق عليهم الوليدات بزاف بزاف. المهم حتى نتوما الكبار غادي يعجبوكم طبعا، مع اتاي كيكونوا سخيخنين ومع اتاي. المهم كتاكلي وتعاودي وتاكلي تعاودي كتشبعيش منهم. صافي كملتهم هكا. بالنسبه للفران شعلته انا من التحت ومن الفوق على درجه ديال الحراره 180 درجه، ما تعداوش عليا 35 دقيقه هكا في الطياب ديالهم. طابوا على راحتهم، تحمروا كيف ما كتشوفوا من الفوق ومن التحت. انا شعلت الفران من الفوق ومن التحت وطابوا في مره واحده، وكل واحده والفران ديالها. يعني تقدروا تشعلوا غير من التحت حتى كيتنفخوا وعاد تشعلوا عليهم من الفوق. المهم ما تيباسيوش 180 درجه فيهم باش ما يتحرقوش لكم، وكياخذوا الحق ديالهم في الطياب، وكيجيوا على هذا الشكل رائعين بزاف بزاف، يستحقوا انهم يتجربوا. يلا الحد قات نوضوا ديروهم دابا دابا مع شي براد ديال اتاي، وبالصحه والراحه. واللي جربته فيكم تخلي لي في التعليق كيف جاها. المهم الفيديو هو هذا، كمل الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. تبقوا على خير، مع السلامه، وتهلاو ليا فريسكم.